ستنا من خلال طبعا مراسلنا فاروق صلاح من فندق الاقامه هناك في الامارات. فاروق مساء الفل عليك. برحب بيك طبعا يا كابتن هاني، كابتن مصر كابتن هاني رمزي، وبرحب بالناقد الرياضي الاستاذ محسن لملوم، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا متفائلين ومنتظرين، وكل الجماهير متفائله ومنتظره مباراه السوبر ان شاء الله تخرج بالمستوى اللي ليه باسم الفرقتين اولا، وطبعا يحصل النادي الاهلي على البطوله. عايز قبل ما اتكلم على الفرقه، الاجواء عندك ايه؟ التنظيم ازاي؟ الاجواء قبل المباراه وانت اكيد متابع، احنا عارفين ان خلاص الملعب هيكون فول ستاديوم، هيكون مليان، اجواء ايه استعدادا للمباراه المهمه دي يا فاروق؟ يعني زياده على التفاؤل الموجود عند حضرتك كابتن هاني، انا على المستوى الشخصي انا متفائل ومطمن كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي يكونوا قادرين على الظهور في ملعب الزعب، نزيد بشخصيه لعيبه النادي الاهلي، وجود جمهور النادي الاهلي اعتقد بيبقى اكبر حافز للاعب النادي الاهلي. وطبعا يا كابتن هاني حضرتك عارف قيمه جمهور النادي الاهلي، اعتقد بيكون هو كلمه السر ومفعول السحر مع النادي الاهلي في كافه البطولات. اعتقد من النقاط المهمه جدا ان شاء الله وجود جمهور النادي الاهلي. عايز اطمنك يعني منذ وصولنا الى ابو ظبي خلال فتره اقامه الفريق، التدريب الاول كان بالامس على ملاعب نادي العين، ثم النهارده التدريب الرئيسي على ملعب الزع بن زايد. يعني خلال التدريبين خليني اقول لك التفاؤل موجود، لكن التفاؤل بحذر، في ثقه موجوده عند اللاعبين، في تركيز مطلوب مستر مارسيل كولر في كلامه في اجتماعاته مع اللاعبين. وطبعا يا كابتن هاني حضرتك عارف ان مستر مارسيل كولر واحد من المدربين اللي يعني منظم جدا، يعني مرتب كل الامور كل الافكار، احاديثه مع اللاعبين، الاجتماعاته الجانبيه مع اللاعبين. وحضرتك عارف ان هذه المباراه مباراه الدوافع النفسيه، خلق الدوافع النفسيه بالنسبه للاعبين، هي مباراه بطوله، خاصه ان هي اول مواجهه لمستر مارسيل كولر مع نادي الزمالك، ومباراه ببطوله تزيد من صعوبه اللقاء ولكن ترفع الحوافز بالنسبه لمستر مارسيل كولر ان يبدا مشواره مع النادي الاهلي ببطوله، وايضا ترفع الحوافز بالنسبه للاعبين اللي عايزين يصالحوا جماهير النادي الاهلي. ودي طبعا كانت من الامور المهمه اللي يعني بالامس حضور الكابتن محمود الخطيب لتدريبات الفريق وصل رساله مهمه جدا للاعبين، ضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي. النهارده طبعا يوم النادي الاهلي كان يوم طويل شويه، يعني صباحا كان الاجتماع الفني اللي تم من خلاله تحديد الزي الرسمي لكلا الفريقين. النادي الاهلي خلاص هيظهر بيه الزي الرسمي للنادي الاهلي، الرداء الاحمر الزي المميز للنادي الاهلي، نادي الزمالك بيه الزي الازرق. طبعا تم التاكيد والترقيه على بعض الامور التنظيميه الموضوع، سواء من مراقب المباراه وايضا اللجنه اللي منظمه لهذه المباراه، بموعد حضور الفريقين قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف تواجدهم في ملعب الزع بن زايد. ثم طبعا كان المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر، وسبق مؤتمر صحفي المستر فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك. كل فريق او كل مدير فني يتكلم على الاوراق اللي بيملكها وعلى الظروف. طبعا احنا نتمنى طبعا التوفيق لفريق النادي الاهلي. ثم طبعا كان المران الرئيسي للنادي الاهلي اللي كان على ملعب الزاع بن زايد، خليني اقول لك ان واحد من الملاعب من التحفه المعماريه هنا في الامارات، يعني جنبات الاستاد بتزينها كلمات القاده او يعني كلمات مصريه، ولكن خليني اقتبس كلمه، مصر والامارات قلب واحد. ودي من يعني اللي احنا لامسينها منذ ان وطأت اقدام البعثه هنا الامارات، حاله الود يا كابتن هاني اللي عند الشعب الاماراتي وتعاون المسؤولين فيه. ده صحيح اللي بتتكلم عليه، كمان اسف لمقاطعتك، لكن كمان احنا هنا في احتفاليه في مصر هنا موجوده، احتفاليه 50 عام من العلاقات المصريه الاماراتيه على كل المجالات، سواء سياسيه اقتصاديه تجاريه وكمان على المستوى الرياضي. خليني يعني ادعم الفكره دي بالذات، ونقول ان احنا فعلا يعتبر بنلعب في بلدنا التاني، ولازم ننقل صوره تعكس طبعا حضاره مصر وقيمه الفريقين. هسألك سؤال وانت قريب من الفرقه، انا وانا بلعب كان في نوعين من المدربين قبل المباريات النهائيه او البطولات، نوع قبل البطوله بيوم بيبقى متنشن جدا وقافش، ولو شاف لعيب بيضحك يبقى الموضوع بالنسبه له صعب. في نوعيه اخرى من المدربين بتحس ان هو لا، الموضوع ريلاكس، وبالعكس ممكن ياخد الفرقه ويطلع يتعشى بيها بره وبيفكهم ويحررهم من الضغوط. مارسيل كولر من انهي طيب او من انهي نوع من انواع المدربين دول؟
يعني خليني يعني اربطه ب يعني الفتره الاخيره مستر مانويل جوزيه، المستر مارسيل كولر قريب شويه من مدرسه مستر مانويل جوزيه، في انه خلاص يعني مع اقتراب المباراه مش عايز يشد اللعيبه اكتر، بيحاول ان هو يفك الدنيا شويه. شايفين ابتسامته، ثقته في قدرات اللاعبين، ثقته في الجهاز الفني. اعتقد يعني ممكن من اول يوم يا كابتن هاني، واعتقد ان حضرتك تطرقت النقطه في غايه الاهميه للامر ده، يعني منذ ان اول يوم ممكن يبقى الامر مشدود شويه، لكن مع خلاص اقتراب المباراه هو من المدرسه الثانيه اللي يعني خلاص حاول ان هو يفك اللعيبه شويه، ان ما بقاش في ضغوط عن اللاعبين، تركيز. انت عارف طبعا التركيز الشديد ممكن يؤدي للاخطاء، ولكن مستر مارسيل كولر يعني انا لمسه قريب من مدرسه مستر مانويل الجوزيه، خلق الدوافع النفسيه للاعبين، ابتسامته وثقته في اللاعبين منعكسه على ملامح وجوه اللاعبين، اضافه الى حاله الترحيب اللي بيلقاها مستر مارسيل كولر سواء لاعبين النادي الاهلي هنا في مدينه العين. وخليني اقول لحضرتك كابتن هاني ان مدينه العين يعني النادي الاهلي بيتمتع بشعبيه جارفه هنا في مدينه العين، يعني المقوله اللي يعني بنسمعها في كل مكان من يعني من ابناء مدينه العين او الاماراتيين، دايما يقول لك العينويه اهلاويه، فكلامهم مهم جدا ودعمهم ومؤازرتهم للنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي موجود في كل مكان، عند فندق الاقامه، عند ملعب التدريب، خارج ارض الملعب، بيوجه رساله مهمه جدا، السوبر يا اهلي. اعتقد رساله يعني بتزود من حماس لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله يا كابتن هاني لعيبه النادي الاهلي تكون قادره ان شاء الله على الظهور بشخصيه النادي الاهلي. عايز اقول لحضرتك ان مستر مارسيل كولر اختتم المران النهارده طبعا بفقره ركلات الجزاء، وزي ما قلنا مستر مارسيل كولر بياكد ويصمم ان كل الحراس محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، جميع الحراس بيسددوا ركلات الجزاء، ولازم يجيدوا تسديد ركلات الجزاء. اللعيب اللي بيضيع ركله الجزاء ما بيطلعش من الملعب يا كابتن هاني الا لما لازم يسدد ركله الجزاء بالصوره المطلوبه. مستر مارسيل كولر بيركز على هذا الامر. طبعا الدور الكبير جدا اللي بتقوم بيه بعثه النادي الاهلي ممثله في معالي الوزير العمري فاروق، نائب رئيس مجلس الاداره دكتور محمد شوقي، رئيس البعثه الاستاذ طارق انديل، الاستاذ المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، الدكتور مهند مجدي. دور كبير جدا ايضا للجانب الاداري، حضرتك عارف طبعا الكابتن سمير عدلي الدينامو الذي لا يهدأ في كل مكان، الطاقم الاداري مع النادي الاهلي كلهم قايمين بصوره اكثر من رائعه. نتمنى الامور تكمل على خير باذن الله يا كابتن هاني، تكمل ان شاء الله بالانتصار والفوز ان شاء الله في ملعب هزاع بن زايد. قول لنا كده باختصار برنامج فرقتنا بكره ايه؟ اليوم يوم المباراه بيكون برنامج خاص نتعرف والساده المشاهدين يعرفوا بدايه اليوم ازاي لحد طبعا الوصول لاستاد المباراه. يعني خليني اقول لك يا كابتن هاني، غدا ان شاء الله هتبقى وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 2 ظهرا، هيكون في محاضره لمستر مارسيل كولر هتكون في تمام الساعه 6:30. التوقيتات اللي انا بقولها لحضرتك دي يا كابتن هاني بتوقيت ابو ظبي او توقيت الامارات، طبعا ابو ظبي بتتقدم على مصر بساعتين. المحاضرة الفنية تكون في تمام الساعة 6:30، ثم التحرك إلى ملعب المباراة يكون في تمام الساعة 7. وبالمناسبة ملعب هزاع بن زايد بيبعد عن مقر إقامة النادي الأهلي ب 15 دقيقة. إن شاء الله يا كابتن هاني لعيبة النادي الأهلي تقدر إنها تفرح جماهير النادي الأهلي، ترسم السعادة على وجوه جماهير النادي الأهلي، زيادة على تفاؤل حضرتك الأجواء مبشرة. نطمن كل جماهيرنا جماهير النادي الأهلي بإذن الله لاعبي النادي الأهلي قادرين على العودة بكأس السوبر، وبإذن الله كابتن هاني السوبر اهلاوي ان شاء الله. فاروق بنشكرك شكرا جزيلا، ورساله هنا من المحترف لكل لاعبتنا وكل الجهاز الفني والجهاز الاداري وكل القائمين على فرقتنا في ابو ظبي، بنحييهم واحنا في ظهرهم وبنتمنى لهم التوفيق والرجوع بالكاس ان شاء الله. شكرا لك يا فاروق. محسن، حاله من التفاؤل، ولكن التفاؤل لازم يكون بحذر.